أكيد شايفين في مواقع التواصل الاجتماعي الإعلانات اللي يوعدونك بتحقيق عوائد عالية من خلال الاستثمار في العملات الافتراضية والفوركس، لكن هذه تمثل فرصة استثمارية عالية المخاطر وغير خاضعة لتنظيم ورقابة بنك الكويت المركزي. أما الطرق الآمنة للاستثمار فهي متوفرة لك من قبل البنوك من خلال خدمات مثل حسابات الودائع وصناديق الاستثمار. للاطلاع على طرق الادخار وأنواع الاستثمار بتفاصيل أكثر تقدرون تقومون بزيارة موقعنا، ولنكن على دراية.